هاو في بالك، هاو في بالك. مرحبا، باش نبداو جمعتنا بالمشاكل الجمعة هذه، وهي مشاكل الكروات. على خاطر مشاكل الكروات ياسر، وكل واحد يحليلو، الملاك يحليلو، الكراي يحليلو، الحصيلو مسلكها بيناتهم كان القانون. أما عامة يقولوا حانوت مسكر ولا كراي مشومة حاشاكم. وفي الكراي اخترت لكم بعض الحاجات اللي الواحد ما يعرفش كيفاش يتصرف فيها. وعقد الكراء هو عقد رضائي، يعني يتفقوا فيه الكاري وصاحب المحل على المدة وطريقة الخلاص والثمن والضمانات وطريقة حتى الخروج كالزم. لكن ديما من الأول تبدأ في النوار، بعد تصير بعض المشاكل. منها فما شكون يسأل يقول لك ينجمش الملاك يمنع الكاري من هزان دبشو كيحب يخرج من المحل. القانون يسمح للمالك باش يمنع الكاري من هزان دبشو إذا كان يسالوا فلوس ويتسمى حق الحبس، وهذا في حد ذاته يكون بنسبة قيمة الدين اللي بذمته. وهذا اللي نظمته أحكام الفصل 788 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود. مسألة أخرى تصير هو أنه الكاري ساعات وقبل انتهاء مدة الكراء يحب يخرج، والحل هو إذا كان ينجم يخرج الكاري قبل انتهاء مدة الكراء، هذا ينجم يكون كان بالاتفاق مع الملاك. أما إذا كان ما اتفقوش، هنا الكاري يبقى ملزوم للملاك باللي اتفق عليه في عقد الكراء اللي قلنا مش بالضرورة زادة يكون مكتوب، ويعوض له الضرر اللي مش يحصل له بسبب خروجه، كما المدة اللي مش تقعد فيها الدار فارغة. وهذه أحكام الفصل 791 وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود. وفي صورة الخلاف، فإنه إثبات عقد الكراء يكون أسهل بالكتابة، ويلتجئوا الناس لضمان حقوقهم باش يكتبوا عقد الكراء ويصحوه في البلدية. وهنا ينجموا يصحوا العقد هذا إلا ما يجيبوا للعون ما يفيد خلاص الأداء البلدي اللي سميوه الزبلة والخروبة. وبطبيعة الحال يلزم الكاري يلتزم زادة بضمان الاعتناء بالمحل وعدم تغيير مواصفاته إلا بموافقة الملاك، ويلزم ما يمارس في حاجة إلا ما تكون موجودة في العقد. أما الملاك زادة يلزم يضمن تمتع الكاري بالمحل بدون قلق. هذا ما اخترت لكم اليوم في مسائل الكراء، وتنجموا تتواصلوا معنا على الباج فيسبوك وإلا على الهاتف متاع كنوز FM، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك، هاو في بالك.